السلام عليكم، معاكم احمد حسين. ان شاء الله الفيديو ده هنعمل فيه مساله جامب جيم. في كذا جامب جيم، في جامب جيم 1، جامب جيم 2، الاثنين ميديوم. اوكي، فخلينا نعمل جامب 1. جامب جيم 1 هو عايزنا ايه؟ نتاكد ان احنا نقعد نجامب من الاندكس الاولاني لحد الاندكس الثالث الثالث وهكذا لحد ما نوصل لاربعه. لو وصلنا لحد اخر اندكس يبقى احنا كده ايه؟ ترو. لو ما عرفناش نوصل يبقى احنا فولس. طب ازاي؟ بص، اول حاجه ده رقم اثنين، فانا اقدر اعمل جامبين، يعني اقدر اعمل جامب واحده او اعمل جامبين. تمام، فعملت مثلا جامبين، اوكي، بعد كده وصلت لحد واحد، اوكي، من واحد اقدر اعمل جامب واحده اهو، واحد تاني اقدر اعمل جامب واحد، يبقى ايه؟ اربعه. كده عملت ثلاث جامبات بس وصلت لاربعه في الاخر، صح؟ ماشي. في برضه ممكن اعمل ايه؟ جامبايه واحده هنا، تمام، مع ثلاثه، ومن ثلاثه اعمل ثلاث جامبات، واحد اثنين ثلاثه اهو، اوصل برضه بقى، يبقى انا كده برضه ترو. تمام، حلو قوي. بس طبعا الثانيه دي خدت تو جامبين بس اقل، يعني فاهم؟ وده هو ده اصلا اللي هو ايه، يعني الجامب جيم بقى الثانيه، هو يقول لي هات لي عدد الايه، المينيمم جامبز اللي انت تروح بيها لاخر اندكس. المهم ان انا وصلت لاخر اندكس فرجع ترو، ارجعني ترو. ماشي، هنا مثلا هنا اقدر اجامب واحد واثنين وثلاثه، فانا لو جامبيت واحد مثلا فاقدر دي واحد او اثنين. لو عملت واحد تمام، لو عملت اثنين ما ينفعش عشان خاطر الزيرو، صح؟ حلو، فخلينا واحد واحد ده يديني الزيرو، خلاص مش هينفع. طب الثلاثه دول ممكن اقدر جامبين؟ اه، ممكن ثلاث جامبات قصدي، اه، فاقدر برضه لحد الزيرو. طب لو جامبين هيبقى لحد الواحد، والواحد برضه لحد الزيرو، فخلاص، فالزيرو ده عامل لي مشكله، فمش هقدر ايه؟ اوصل لاربعه، فبالتالي هرجع فوز. تمام؟ فده بقى نشوف الكود اللي انا عملته. اول حاجه خالص انا جبت اللينس بتاعي اللي هو لينس اوف اللي هو يعني لينس اوف نمس، هو مدين نمس، اوكي. فانا قلت اول حاجه خالص لو المينيمم بتاعنا يعني اقل رقم عندنا في الليست ده اكبر من زيرو، اكبر من زيرو، يبقى انا كده ايه؟ اكيد هوصل لاخر اندكس. تمام، فلو هو لو يعني اقل رقم اكبر من زيرو، يعني ما فيش زيروهات خالص، فاكيد اكيد هوصل لاخر اندكس، اوكي، فهرجع ترو. او ان هو اصلا مديني رقم واحد، يعني النمز دي ممكن على فكره تبقى رقم واحد، يعني هو قال لك النمز لسه ممكن تبتدي من واحد لحد 10 اس 4. تمام، فلو هو برده رقم واحد خلاص يبقى انا اصلا ايه، يعني اصلا هو لو مديني مثلا اثنين، طب خلاص انا كده وصلت اصلا، رجعت ترو برده، اوكي ماشي. طب لو لا بقى، لو في زيرو بقى جوه، خلاص اول حاجه خالص انا هبتدي من ورا لقدام، هقول والله ان انا ايه التارجت بتاعي، ان انا عايز اوصل لهنا، فانا هسمي فاريبل اسمه تارجت اللي هو الاخر اندكس اللي هو الان ناقص واحد، ماشي، وهعمل فور لوب وهبتدي من الاخر للاول، من اول هنا لحد الاخر. تمام كده، هبتدي من ان ماينس 2 اللي هو ده، تمام، اللي هو واحد، وابدا ايه، امشي ناقص واحد ناقص واحد، امشي ايه بالعكس كده. هالشكل الاولاني هقول والله النمز اوف اي اللي هو ده اللي انا واقف عنده اللي هو واحد، تمام كده، بلس الاي، الاي اللي واقف عندها اللي هي كام بقى، اللي هو كام، الاي اللي هو اللي هو ان ناقص واحد اللي هو 5 ناقص 2، 5 كام، 5 ناقص 2 اللي هو 3. تمام كده، هل ده اكبر من او يساوي التارجت اللي انا هوصل له اللي هو الان ناقص واحد اللي هو 4؟ اه، خلاص كويس جدا، يبقى انا اقدر اوصل من واحد لاربعه، صح كده، حلو، خلاص يبقى ايه، يبقى خلي التارجت هو ايه، الاي، هو ده بقى ده التارجت اللي انا عايز اوصله، خلاص عرفت ان ده يقدر يوصل لي لده، فخلاص يبقى انا اشيل الاربعه، انا عايز بقى ابص على الواحد، هقدر اوصل للواحد ولا لا؟ اوكي ماشي، اشيك تاني، هل بقى ماشي، اخش بقى، اخش بقى التارجت هو الاي، وابدا اخش في بالايه، بالان الجديده اللي هو المفروض ده، صح كده، حلو، اقول والله هل نمس اوف اي اللي هو واحد بلس الاي اللي هي كام بقى، اللي هي ان ناقص اثنين، ان ناقص ثلاثه بقى، صح كده، اللي هو ايه، هيبقى اثنين، هل دول بيساوي ثلاثه، هل اكبر من او يساوي التارجت، التارجت بتاعي بقى كام دلوقتي، بقى كام دلوقتي؟ بقى الواحد، صح كده؟ اللي هو المفروض 0 1 2 3 اللي هو 3، اه والله اكبر، صح، ف 100 100 يبقى ده يقدر يوصل لده، خلاص يبقى حلو قوي، ماشي، يبقى انا واقف هنا، يبقى التارجت بقى هو الواحد الجديد، حلو، وانا الاي الجديده بقت هنا، حلو، فبقول والله النمز اوف اي اللي هي 3 بلس الاي اللي هو 0 1 بقت 1، هل اكبر من او تساوي التارجت اللي واقف عنده اللي هو 0 1 2؟ اه طبعا اقدر اوصل لها 100 100، يبقى انا خلاص كده، يبقى التارجت بتاعي بقى هو 3، ماشي، حلو، والاي بقت كام؟ بقت الاثنين، فالاثنين بلس نمس اوف اي اللي هو اثنين بلس الاي بقى، الاي بتاعت اللي هي كام بقى، اللي هي زيرو، صح كده؟ هل اكبر من او تساوي التارجت اللي هو ايه؟ اللي هو واحد، اه 100 100، خلاص يبقى التارجت هو الاي اللي هو اصلا كام عندي؟ اللي هو زيرو، تمام كده؟ وخلاص اطلع كده، كده في حاجه ثانيه كده ما فيش، هتشيك بقى هل التارجت يساوي زيرو؟ يعني هل الاندكس الاخير عندي هو ال زيرو؟ اه، يبقى ده معناه ان انا اقدر اوصل من هنا وامشي كده لحد اربعه. لو لا، لو انا فضلت استاك لحد، يعني مثلا انا هنا استاك مثلا عند زيرو، وفي الاخر التارجت مش هيساوي زيرو، هيساوي حوالي كام؟ هيساوي حوالي اربعه، صح، ثلاثه قصدي، فطبعا ده معناه ان ايه؟ ما عرفتش اوصل من هنا لهنا، فرجع فورس. تمام؟ بس كده. تعالوا بقى نشيك. اوكي اكسبتد، تمام، زي ما عندكم الوقت ده بيحسب على حسب النت اللي عندكم، وهعمل سبميت. اوكي، لو انتم شايفين يعني حلو بين الانتقالات حوالي 99.34 يعني رقم كويس، طبعا الابي ده كان 21 محاولات اللي انا كنت عاملها، حلو، فتعالوا بقى نبص على الحل ده. اوكي، تعال بص بقى على الايه، على السبمشن اهو، في بقى كذا جيم، يعني في جامب جيم 3، جامب جيم 5، يعني بصوا
وجامب جيم 3 وجامب جيم، حد اصلا يعني اصلا اما دورت عليها في المسائل هنا ما لقيتهاش يعني، ما يعني حتى قعدت ادور كده هو جامب، فهو اتنين بس، جامب جيم 1 وجامب جيم 2. في بقى جامب جيم 3، اوكي انا قعدت احاول ادور لحد ما لقيتها بره، فهي بره في المسائل اللي بره. خلي بالكم ان هي مش 150 سؤال بس، لا طبعا في حوالي 500 مسألة معانا، يعني في حوالي 58 صفحة، ممكن اكتر كمان 500 مسألة، يعني فاكر ان انا عديتهم فممكن يبقى اكتر من 500. انا بص حالي حوالي 16 مسألة لحد دلوقتي من 2800 مسألة، 2876 مسألة، متخيلين ده الرقم التوتال ايه؟ يلا خير. فالمهم طبعا يعني الحاجات دي طبعا ممكن نبص عليها، طبعا مش عارف هاتي هارد ولا ايه، بس ميديوم برضو، بس ايه احنا شغالين في ال 150 اول نخلصهم وبعد كده ان شاء الله نخش في الجديد. ماشي، تعال بقى نشوف انا عملت سبمشن، تعال بقى نشوف الناس بقى عامله ايه. يعني مثلا احنا هنا بص مثلا انا اغلب الناس هنا اصلا، ده واحد عمل كود مش عارف ده ايه، ده مش بايثون اصلا اي ثينك، فبيديني كل بتاع يعني، او ده بايثون، اه ده ابطا واحد يعني بطيء جدا، ده حوالي 6682 سنه، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ايه الرقم ده؟ رقم خزعبلي يعني. هو عمل وايل لوب ولا ايه ده بقى؟ ده عمل الاركيش طب ما هي هو عمل فانكشن جوه فانكشن، فاهمين حاجه كده غريبه جدا. بس ماشي، الميموري بقى احنا هنا الحمد لله، يعني في طبعا احسن واحد يعني اي ثينك ان هو وعمل فور لوب وبعد كده اوكي رقم زيرو، اوكي ماشي. هو على فكره برضه مشي فور لوب وعمل في الاخر الماكسيمم يعني، او قصدي يعني فور لوب وجواه اف كونديشن يعني زي الوايل لوب بالظبط. اوكي، يا رب يكون الفيديو يفيد ان شاء الله، ده باذن الله. سلام عليكم.